السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أنت جلال؟ الحمد لله رب العالمين. تقول نعم أو لا؟ الحمد لله على كل حال، لكن أنت جلال تقول نعم أو لا؟ أنا جلال الحمد لله. مرحبا بكم، مرحبا بك يا جلال. مرحبا بك يا عم الشيخ. تفضل يا جلال. دلوقتي واحد من اللي هو أبوه كتب له الورث، قال أنا حد إخواتي الورث، فيشيل التلت وبعدين يقسم في الباقي ولا يعمل ايه؟ لا، ليست وصية، ليس له وصية، لا وصية لوارث. يعني في ولد من الأولاد أبوه كتب له كل التركة وحرم سائر إخوانه، أيوه. فالولد ضمير يعني يقول دينه لم يقبل هذا، فبعدها هل يأخذ الثلث كوصية وبعد ذلك يقسم الثلثين على الجميع؟ لا، كله إذا كان يريد السلامة، لأنه لا وصية لوارث. الله يغفر لك. ثم نسأل سؤالا، لماذا كتب له أبوه هذا؟ هل هناك سبب؟ لا، السبب بس اللي هو من البنات. لا، ما فيش سبب يعني. يعني بس حرمان البنات، وان ده ولد ذكر يكتب له كل التركة. ايوه. الله يغفر له. سبب تاني ولا اعانة ولا عانوا في حاجة ولا الكلام. لا، اذا الله يغفر له الوالد، والا حمل نفسه اثما بين يدي الله. بدعي بالله عليك يا عم الشيخ وامي وبالله عليك. الله يوفقنا واياك والدي ويرحم والدينا. دعوات كلها للاخيره ان شاء الله. نعم. ادعي لي للاخيره بس، وفي الدنيا الله برضه ايه ربنا عايزه نعمله بس. ادعي لك في الدنيا في الاخيره بس. طب اذا كان اكثر دعوه الرسول يدعو بها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وسيدنا موسى عليه السلام يقول واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك. ربنا بس يا عم الشيخ. نعم. أنا الحمد لله عايز بدعي باللي بيرضي ربنا بس، الحمد لله. ما كل يدعي يرضي ربنا، ما يقول يا رب وسع علي في الدنيا والآخرة. نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين معه وعين كبيرين وطفق يحسو في حجره، فناداه ربه ألم أكن أغنيتك يا أيوب؟ قال بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فالاستكثار من الحلال الطيب ما في مذمة أبدا. الحمد لله رب العالمين. الله يوسع عليك ويسكننا ويك الفردوس والسامعين والسماعات. ويوسع عليك عم الشيخ وعلى كل السامعين يا رب. يا رب. أمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.